الله أكبر. إطلاق إنذار للتحذير، الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بالسعودية وتعطل الدراسة. كريستيانو رونالدو نذير شؤم. مع وصوله إلى المملكة العربية السعودية تسببت الأمطار الغزيرة في غرق مناطق عدة بمدن سعودية منها مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وأظهرت مشاهد مصورة غرق شوارع وأحياء وتدفق للسيول فيها. بينما أعلن الدفاع المدني عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للتحذير من الأمطار الغزيرة، ودعا الدفاع المدني منذ ساعات المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالتعليمات الإجرائية وحذر من الخروج خلال الأمطار إلا للضرورة، وذلك لتفادي وقوع الحوادث والإصابات. وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد حمادي أن هناك حالات عدم استقرار مستمرة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الدفاع المدني وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ووثقت مقاطع فيديو غرق الشوارع والمناطق عدة في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أظهرت مشاهد لتساقط الصخور تزامنا مع الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في أحد شوارع المدينة. واجتاحت السيول نتيجة للأمطار الغزيرة شوارع مناطق مختلفة من المدن السعودية، وأدت إلى غرق بعض السيارات المتوقفة ودخول المياه المحالة التجارية.